فوف 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 فوف، من وين ليش ذا كله؟ خلصني، أنا الحين بصورك وبتكلم. أول ما أشر عليك أبيك تقول تستاهلين أكثر حبيبتي. طيب أبشر. أبتسم. طيب خلاص لا تنفخين. هاي سنابيز، أدري إنكم بتفاجئون، بس أنا لي 5 سنوات مخطوبة، والبارح كان عرسي، وهذه هداياي، وهذا قلبي عامر. هلا والله، هلا والله وسهلا، تستاهلين أكثر يا عمري. ها كيف؟ ممتاز. رح. كم من 10؟ رح. وين أروح؟ رح بيتكم، خلصني. طيب خلاص أوكي. هلا والله، هلا والله وسهلا. هاي سنابيز. ما شاء الله. تزوجت؟ من هي؟ أختك؟ لا يا ابن الحلال، وش اللي أختي؟ هذه السنابية جوان، لو تشوف زوجها ايش معطيها هدايا. إيه مو بنا، مالت علي وعلى حظي. وأنا وش دخل أهلي بجوان وهداياها ولا زوجها هالرمة؟ الله لا يوفق من صنع الواي فاي والسناب. ما تشمين غدا نحترق، قومي. تعالي نشوف المشاهدات. خلينا نشوف. خلال ساعة واحدة 400,000 مشاهدة؟ إن شاء الله نهاية اليوم 2,000,000. شفتي قلت لك، أصلاً سواليف الكابلز هاليومين هي اللي ضاربة. الله يعطيك العافية، عشان تاني مرة تسمعين كلامي. ولدكم الخبل خير، وش صاير؟ عامر تزوج. لمعزمنا. اسكت انت. هاي سنابي، هذه عرفها بسنوب مشهورة. شش. انا من 5 سنوات مخطوبة، والبارح كان زواجي. عجيب. وش هالبنت ذي كاشفة راسها قدام الناس؟ يا فضيحتنا. لا وجايبها هدايا. طيب منين الفلوس هذه؟ وانت بس هذا اللي هامك؟ وين وين؟ اهلين يا زجوان، عاد ما اطول عليك. لا والله ابتلشنا، شكل العالم كله درت. انا اوريك بعدين، اوريك. الله يرحم والدين خلفوكم بدون عنف اسري. اي عنف اسري اللي ما تستحي على وجهك؟ وش هالسوعه اللي مسويها انت يا هالسلوقي؟ طب هدوا هدوا هدوا، تذكرين يما الحلم اللي قلتي لي اياه؟ الحلم الحرمه اللي تربط برجولي حبل، تذكرينه؟ انا اللي بلي ظهرك بهالعصا. اي اي قلدها، لا بارك الله فيك. والله غصب عني، والله مو بكيفي، والله مو بكيفي، والله مو بكيفي. ايش اللي يكيفك؟ اجري ديبه، تكفى. امسك امسك يا ابو عامر. خل جوان تنفعك يا زواجك. اوف 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 اوف، وش ذا الموتر؟ اسمعي المقشع، أبوي وأمي يطردوني من البيت وزعلوا علي، وهم أهم 2 بحياتي. أنت شفت السيارة اللي برا؟ إيه شفتها. هذه هدية لك. لي أنا؟ هدية لك. شف، أنا بربط عيونك، طيب؟ بصور سنابة، أبيك تمشي معي وبفكها وأبيك تفاجأ. وليش أتفاجأ؟ أنا دخلت وشفتها خلاص. أنت جنتني! وش فيك عبيط كذا؟ سووا اللي قلت لك عليه وبس! ترى ها؟ تم القبض! لا 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 خلاص، بسوي لي اللي تبين، كلش الا تم القبض. بس اسمعي، اذا خلصنا الفيلم ذا ابمشي. تعال. يا هلا والله بسناب، اليوم بفاجئ زوجي حبيبي عامر. اشوف اشوف اشوف.
شوف هناك اوه هذه لي انا لك يا قلبي يا حبيبي. كثر الله خيرك، الله يوفقك الدنيا واخره. والله انا مصدق عيال. اوف 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 هذه لي انا اكيد. لك يا قلبي لك. والله اتحداك الموت البطل يجي التيوان على الفرة ما يترك طبعا. يلا نطلع. يلا بعد اذنكم يا شيخ. وش اسوي لك انا وش اسوي لك الحين؟ خلصنا، يلا مع السلامة. وي تعال باقي ما خلصنا. وش باقي بعد؟ ها يا عمري عجبتك السيارة؟ اي والله مرة ما شاء الله ممتازة. يا بعد عمري تكسرها بالعافية لب دلالك. الله يعافيك، ما قصرتي. الحين أنا وزوجي جالسين نجهز لرحلة المالديف شهر عسل 10 أيام. ها جاهز؟ اي جاهز وجايب شورتات وجايب النظارات ذيك حقت السباحة. والله ما قصرت، الله يعطيك العافية. وأبد أي شيء تبين أنا تحت أمرك. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يخليك لي. يا بعد عمري زوجي حبيبي، إن شاء الله بعد المالديف نطلع على باريس وإسبانيا. أوف 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 أخس يا عامر أخس والله اللي لاقيها. ها شوف الحريم اللي يقدرون أزواجهم. من تقصد؟ من أقصد جوان مهدي عامر زوجها رنج روفر. مالت على حظي رنج. بس هذي لي أنا. لك يا قلبي يا حبيبي. الله خيرس، الله يوفقك الدنيا واخرة. يا حظك يا عامر، صح انه نشب بنت لذينه بس فاز بالموتر. يا عيال ايش بوداك عايش الدور انه زوجها، بس صدقوا يستاهل عامر. يا ليتني قلت مكشى بداله. اذا طلق عامر ايش اتزوجها؟ يما ايش فيك؟ هدي لا تعبي نفسك بالتفكير، ريحي. وشلون ارتاح ووضع اخوك كذا؟ من طردناه من البيت وانا ماني بمرتاحه. يما شكلك ما تدرين، عامر مبسوط، جده سياره قيمتها 500,000. شوف قفلي خلاص قفلي، ما ابي اشوف مقاطعه ولا اتوريني اياها. يلا اسمع، ابيك تسوق بسرعه طيب، وانا بصور وبسولف معك. فجاه بقول لك عامر انتبه، وبيك تدعس فرامل بقوة، طيب؟ وليه الأكشن هذا كله؟ خليني أشوف لي عمود وأحطه بنص جبهتك هذه البرحة. وشو؟ فعل الله ولا فعلك، سوي اللي قلت لك عليه وبس، فهمت؟ يا مهبولة، أهلي بيشوفون المقطع يصدقون، وش فيه سنتي ما تفكرين؟ ترى قرقتك كثرت ها؟ هذا حادث بسيط الجس نبض المتابعين وبس، بنطلع منها سالمين. كلمة زيادة وخليك تاكل عدس. لا عدس ما بي، خلاص ابشري سمي. هاي سنابيز، اليوم انا وحبيبي عامر رايحين البوليفارد وماخذين في اي بي، ومرة مرة مرة متحمسين. وش رايك حبيبي؟ الحمد لله الله ستر علي انا وزوجي. تعرضنا الحادث في الحديد ولا فينا بدل السيارة ألف يا ناس. أذكر والله، قلوا ما شاء الله. خلاص سويت الدراما حقتك، ضبطت المحتوى، عادي لهنا وكفاية. احذف المقطع، تراك أخذت حقك وزيادة. ألو حيدر، يلا يجي بسرعة ياخذ سيارة، يلا عشان ما يحسب علي يوم زيادة. هاي سيارة الرنج، لا يكون تحسب بعد تبي تسوقها. ترى يا جار المفتاح، يلا المفتاح. أعوذ بالله منك ومن عينك. خير وش فيه؟ جوان وزوجها صار لهم حادث. أم عاد، إذا عجبك شيء بعدين أو جاز لك قل ما شاء الله، اذكر الله عليه. يا حسابي الرنج. أها
يعني كل اللي يطلع للناس كلام فاضي. نصابة، كل حياتها قص ولصق، بهذلتني الله يقلعها. دحين معقولة طول الوقت ده وانت معاها ما قدرت تاخذ الجوال وتحذف المقاطع؟ والله صادق شكوش، ورا ما تزرف جوالها تحذف مقاطعك وتفتك منها. اسمه موضي سعد المبروك. سلامات، وش في بطرس منتفخ؟ ماكله فلافل؟ مجهزه المحتوى مره قوي بيكسر الدنيا، بيخلي اسم جوان السوبر ستار فوق. علينا يا موضي سعد مبروك. وش هو؟ انت وش دراك باسمي؟ مفتش بشنطتي؟ ايه لا تصرفين، مسمية نفس سجوان وانت اسم سموضي. انت نسيت اتفاقنا؟ عزل يدس ولا تمدينها، اي اتفاق؟ انك تسوي كل اللي اقول لك اياه مقابل اني احذف مقطع المقشع. علشان كذا كل يوم تسوين دراما وتسوين اكشن، والحين مسوية نفسك حامل على اساس الناس بيصدقونك. اكيد بيصدقوني، انا جوان ولي قيمتي في المجتمع، اصل المتابعين دلوخ يصدقون اي شيء. شفت النصابة تقول عنكم دلوخ، وأنا صورت المقطع هذا علشان أثبت لكم إن كل مقاطعها دراما وأكشن ونصابة. أنت صورتني؟ إيه صورتك يا المقشع يا التفيخة، هذه فائدة الثوب البني. والحين عندك خيارين، يا أما أنك تحذفين المقطع ولا تم القبض.